صايمة ما بقيتش لعبة كاع صايمة صايمة ولحتيني يا صاحبي وهكا راه قلت لك هكا نصور راسك ما يطلبه المشاهد لا صافي صافي وما تقلقيش ما يفرح بالكم اليوم فيديو جديد جديد احداث جديده في القناه اليوم ان شاء الله غنصايبوا واحد الوصفه واعره 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 بزاف اللي هي شنو هي هذه شي حاجه كينقيو بها السنان بشنيخه وكا بشنيخه اللي كينقيو بها السنان قلتي لي بشنيخه نصايبوا بشنيخه اللي دايره بحال شبكه المهم بشنيخه اللي دايره بحال هكا هذيك اللي دايره بحال هكا هذيك اللي كتشابك بحال هكا المهم غادي ندوز دابا باش نشارك معكم المقادير يلا دوري شويه باش يشوفوا المقادير ها المقادير زيتي بزاف المقادير لا لا عندي هنايا كيلو ديال الطحين كيلو كيلو عرفتي صبرتي بيتك زعما عندي هنايا كاس ونص ديال الحليب العبار ديال كاس العلبه عندي هنايا الثلث ديال كاس الماء ولا ما زهر الا كان متوفر عندكم بالعبار ديال كاس العلبه عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده سواء المارغرين او الزبده الاخرى ديال العبار ما فيها حتى شي مشكل اي زبده عندكم متوفره مرحبا عندي هنايا صاشيه وحده ديال بيكينغ باودر 8 غرام وعندي هنايا العسل اللي عندي العسل متوفر اللي كيصايبو في الدار العسل على حسب الشباكيه ولا شي حاجه تقدروا تستعملوها انا ما متوفرش عندي ان شاء الله نشارك معكم واحد الوصفه ديال العسل زوينه بزاف المهم دابا اللي ما نقدروا غير هذه غنبداو على بركه الله اول حاجه غنديروها هاد كاس ونص ديال الحليب غادي نديروه في كاسرونه انا معاك يا انا نعاونك باش ما تقوليش ما عاونتكش ولا شي حاجه غادي نزيدو عليهم هاد 250 غرام ديال الزبده وغادي نديروهم فوق نار مهيله باش يذوبوا على خاطرهم دابا هاد الكيما راه هاد غادي نزيدوها على الطحين هادي الوسطاء وكنوجد لك دار الخوا العوتين انا غنزيدها مع الطحين ما تعاونش العيالات غادي نزيد عليها قرصه ديال الملحه طبيعي بحال اي حاجه كناكلوها كنديروا فيها قرصه ديال الملحه كيما بغاتكم وغادي نتسناو على ما يذوب هذاك الحليب والزبده ونعاودو نتلاقاو باش نكملوا الطريقه ديال البشميخه ديالنا خليكم معايا بالنسبه لحاجه وحده نبغي نوضحها بالنسبه للبشميخه ما غنحتاجوش بالضروره تكون عندنا الماكينه اللي كتخرج يعني السبوله ما غنحتاجوش شي حاجه زعما اللي واو ما غنحتاجوش العجانه حتى شي حاجه كلشي غنصايبو بيديناتنا انا ديجا عندي العجينه ما غنشاركش معكم بالعجينه غنصايبوها بيدينا باش الناس اللي ما متوفرش عندهم العجينه ولا ما متوفرش عندهم الماكينه اللي كتخرج لنا السبوله ديال البشميخه يخدموا هاد الوصفه هادي بكل حريه سيليا سيليا طاحت تمشي تشوفها احبابي من بعد ما داب داك الحليب والزبده هما عندي هنايا غادي نحاول نخلط الطحين بعدا مع هذيك البيكينغ باودر بسم الله وغادي نبدا نخوي هاد الزبده هادي كتخوي بشويه غادي نحاول نرمل العجينه كامله الطحين كله نرمل مع هاد الزبده هادي والحليب عاد باش نكمل ليها الجميع حيدي يا ماما حيدي هذاك تولد الكاس ديال الماء اولا ديال الماء زهر اللي بقى ولا we
انا ما خلاتنيش سيليا ندير لك الكاو ما قدتيش الصراحه حيت هي كنت بغيت ديك ليك ديال بصح من بعد ما ديكناها دابا درنا قسنا على جوج باش تدكات مزيان كل شويه تدك بوحديتو مزيان دابا درناها في نيلون غذائي او في بلاستيكه وغادي نخليوها ترتاح لمده ديال 60 دقيقه او ساعه عاد باش نرجعو باش نكملو الطريقه ديالنا ديال باش نخليكم معنا. المهم هاد البقوصه هادي ما خلاتنيش شوف سيليا شوفي ها سيليا ها سيليا تعجبك شوف راسها في الكاميرا. المهم احبابي من بعد ما ارتحت العجينه ديالنا لمده ديال ساعه ماشي قل وماشي كثر دابا ما باش غادي نقسموها بحال هكا غادي تزيد تصغر عادي باش تجينا الخدمه ديالنا سهله نقطعها بحال هكا طريفات هانتوما كيف ما كتشوفوا ملي ارتحت رطابت غادي نقطعها طريفات ومن بعد غادي نسرحوها بالمدلك ولا بالدلاب كنسرحو لي مورسو هكايا بالدلاك بحال هاد الشكل هذا وكنقاد ليهم الجنب عادي تيدير واحد العمليه اللي هي هادي غادي يسطرهم كاملين بالجراره عاود دير عادي شي حيله صانه وما كيخرجش على برا كيصوب غير الوسط هانتوما شوفوا هادشي باليد اما بالماكينه راه بالماكينه خلاص كتخرج سبوله كتخرج ديما مصايبه هانتوما شوفوا غادي نمشي على الطريقه هادي حتى غنسالي العجينه ديالنا كامله. المهم احبابي كناخذ بحال هكا كيف ما قلت لكم صايبهم هادين غادي نحاول نحلها بحال هكا كل سطر بوحديتو حتى كنفرزهم مزيان غادي نحطو غادي ندير بحال هكا نجمع وكنكمش بحال هكا باش في الطياب من جيني تجيني مشكله. المهم هادي كتجي شويه غليظه مي الطياب ديالها كتجي مقرمشه ورطبه من الداخل بحال بحال ديال الماكينه هادي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الماكينه. احبابي البشنيخه ديالنا هي هادي هانتوما كتشوفوا انا خرجوا لي بزاف الاشكال ماشي خرجت من العجينه بزاف الاشكال خرجت من هذا الشكل هذا ديال البشنيخه خرجت من هذا الشكل هذا ديال البابيون وخرجت من هذا الشكل هذا اللي بحال شكل ديال الشباكيه. المهم راه خرجت لي واحد الكميه كبيره 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 بزاف انا حطيت لكم غير هذه الكميه هذه باش تشوفوها. سيليا خلينا نديرو خدمتنا اي فين لحتتي اليوم درنا تغيير جذري بالنسبه للحريره وداكشي صايبنا كسكسو المهم الحمص تابعنا تابعنا يا في كسكسو يا في الحريره وبالصحه والراحه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم ما تنساوش انه الى عجبكم تخليونا لي كومونتير ديالكم وتخليونا لي لايك ديالكم وصافي واذا كنتو جديد على القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.